احنا في المكرمين كل سنه بتبقى عندنا اجتماعات كتير في اللجنه العليا، ودي بتبقى من الحاجات المهمه جدا. انا عارف انها تهم ناس كتير جدا، وعايز في البدايه اقول انه اللي يستحق التكريم مئات من المسرحيه يستحقوا تماما التكريم، لكن احنا في الاخر ما عندناش غير 10 مكرمين، وانا عارف ان العدد ده كتير، يعني المفروض يبقوا اقل من كده، لكن احنا السنه اللي فاتت زودنا العدد ل10. يعني قلنا خلاص احنا مش هنكرم راحلين، احنا هنكرم الاحياء فقط، وده مش تقليلا من الراحلين ولا تقديرا ليهم، طبعا هم ليهم المكانة الكبيرة في قلوبنا وأعمالهم موجودة عايشة بينا، لكن كان وجهة نظرنا إن الفنان يستحق التكريم في حياته، وهو هيفرح بتكريمه في حياته. التكريم ما بنعملوش هبهزرد، يعني احنا بنقعد بنتناقش كتير جدا، ودي يمكن أكتر اجتماعات بتتم فيها مناقشات هي التكريم. طيب احنا بنكرم، اولا حته الانتقادات دي تملي كل سنه بتحصل فيها انتقادات على المكرمين، لان اللي ما اتكرمش، وده برضو باكد على انه حقه انه يتكرم لانه هيستحق، فبيقول انا ما اتكرمتش ليه، فبيحصل تملي كل سنه بعض الانتقادات على المكرمين. يعني السنه اللي فاتت مثلا حد قال الاستاذ صلاح عبد الله، يعني طب مش عارف اقول له ايه، ارد اقول له يعني يعني فيعني انا لما جيت امسك يعني لما يعني توليت اداره رئاسه المهرجان وليا الشرف طبعا، برضه قالوا ايه علاقه محمد رياض بالمصري. فكل حد احيانا بيبقى له وجهه نظر ونحترمها جدا، لكن احنا في معايير احنا بنحطها. اولا التكريمات العشرة لازم نراعي فيها جميع التخصصات الموجودة في المسرح. احنا ما بنكرمش بس ممثلين، ولا احنا بنكرم تخصصات المسرح كلها، يعني هتلاقي عندنا ممثلين مسرح، هتلاقي عندنا نقاد، هتلاقي في الديكور، هتلاقي في الاستعراض، هتلاقي في الكتاب، هتلاقي في النقاد، بنراعي ده في اختيار المكرمين. طيب احنا بنختار تاني، بنقول والله احنا لازم معيارنا انه يبقى له تجربة مؤثرة وواضحة جدا في المسرح. هل المعايير دي تنطبق على المكرمين اللي احنا اخترناهم السنة دي؟ تنطبق. في ناس احيانا بتبقى معلوماتها لسه مش كاملة عن المكرم. احنا كل مكرم، عشان كده احنا كل مكرم بيتعمل له كتاب كامل، ممكن اي حد عايز يشوف السيرة الذاتية بتاعت اي مكرم من اللي احنا مكرمينهم لما يشوف الكتاب، والكتاب ان شاء الله هيوزع في الحفل الافتتاح ان شاء الله، هو خلاص دخل المطبعة، فهتقدري لما تقري الكتاب حضرتك او اي حد بيتساءل عن المكرمين او انتقاد لاي مكرم من اللي احنا كرمناهم، هيعرف انه لا كان يستحق جدا جدا التكريم. اتمنى اكون رديت على حضرتك. يعني لو استاذ ياسر عايز يعرف